عقدت بمجمع إعلام الغردقة ندوة بعنوان رحلة السلام النفسي والصحي للمرأة، حضر فيها دكتورة نجلاء شطة وكيل مديرية الصحة سابقا حول الصحة النفسية والمقصود منها وكيف نرتقي بأنفسنا ونتعلم اختيار معارك الحياة التي قد تؤدي إلى الضرر النفسي والجسدي والصحي. تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تقرر عقدها للارتقاء بحياة المرأة. وفي نهاية اللقاء صرحت نرمين أبو سريع المدير العام لإعلام أسوان والبحر الأحمر بأن المجمع الإعلامي يسعى دائما إلى الشراكات الناجحة بهدف التوعية المجتمعية الشاملة. نتابع. عنوان رحلة السلام النفسي والصحي للمرأة، عقد مجمع إعلام الغردقة ندوة تناولت الندوة مفاهيم الصحة النفسية وسبل الارتقاء بالوعي الإيجابي وصولا إلى حياة أكثر قيمة. بدأنا رحلة جميلة في مجمع إعلام الغردقة. المقصود أن أنا عملت الدورة دي هو برنامج كامل للوصول للسلام النفسي والسلامة الصحية للمرأة، لأن الحقيقة في جزء كبير جدا أو في ضغوط كتيرة حياتية بتفقدنا سلامنا النفسي وبتخلي وتيرة الحياة عندنا فيها صعوبة لمقابلتها. احنا الرحلة دي إن شاء الله هتبقى شهرين ونص، هنتعلم فيها آليات واستراتيجيات التخلص من مسببات عدم السلام النفسي وعدم السلامة الصحية. في جزء منه ورش عمل، في توعية مباشرة، في حلقات نقاشية، وفي جلسات ميديتيشن، لأن أنا مدرب يوجا ويوجا ثيرابيست كمان، فهنشتغل على التأمل والاسترخاء والتكنيكس بتاع التأمل والاسترخاء، بعض الرياضات، التغذية وأسلوب التغذية، أساليب التغذية المختلفة الصحيحة، والأغذية اللي تساعدنا إن احنا نساعد على عملية الهدوء والريلاكسيشن. النهاردة عندنا ندوة عن السلام النفسي للمرأة. الندوة دي في إطار التعاون دايما مع جهات مختلفة وشراكات مختلفة، دايما المجمع بيسعى ان هو يعملها. احنا شغالين بصفة مستمرة تحت قبعة طبعا الهيئة العامة للاستعلامات، اللي هي بتشتغل على خطة 2030 والتنمية المستدامة. احنا بنعمل تحتها عدة ندوات في جميع المجالات بقى، اللي هي منها المجال الصحي اللي احنا شغالين عليه النهاردة. اشتغلنا قبل كده خلال الصيف على فئات كتير جدا من المجتمع، منها كنا عاملين بصفة مستمرة بصفة اسبوعية دايما، اللي هي اللقاءات مع الشباب. كنا شغالين مع المحافظة وبنشتغل بصفة مستمرة مع جهات مختلفة زي الشباب والرياضة التضامن. بنعمل توعية بمجالات بطرق مختلفة، منها الندوات، منها ورش العمل، منها الدورات التدريبية. سعيين في ذلك ان احنا نطور الاداء سواء للطفل او للشاب او للمرأة او للرجل. بنشتغل دايما تحت ان احنا دي رسالة لنا ان احنا نوصلها، كل واحد من حقه ان هو يتعلم. مجالاتنا كلها دورات تدريبية سواء او ورش عمل او حاجة، المجمع دايما بيسعى ان هو يعملها بدون تكلفة علشان نضمن ان الجمهور هيجي وان هي الرسالة هتوصل بدون عائد، بدون تكلفة للمستفيد. انا جيت النهاردة الندوة عن السلام النفسي والصحي للمرأة في مجمع الإعلام، وعرفت الندوة من خلال جروب مجمع الإعلام على الواتساب، بينزلوا لنا أول بأول الندوات اللي بتحصل في المجمع، وأنا دايما بحب أحضر الندوات عشان أعرف معلومات جديدة وحاجات تفيدني يعني. بس فالنهارده ان شاء الله جيت استفدت الندوه، وهي فيها حاجات حلوه لينا المراه بسبب ضغوط الحياه اللي موجوده في الحياه الحياه العامه يعني، والشغل بقى والولاد وكده، فالموضوع ده هيفيدنا جدا يعني. شرفت النهارده بحضوري في ندوه الدكتوره نجلاء شطه، اللي هي بتتكلم عن السلام النفسي اللي يخص الاسره وخاصه يخص المراه، وأهم ما في الموضوع أنه هو يخص المرأة، لأن المرأة نص المجتمع يعني. تأتي ندوة رحلة السلام النفسي والصحي للمرأة ضمن سلسلة من عدة ندوات تقرر عقدها للارتقاء بحياة المرأة المصرية. من محافظة البحر الأحمر،